سلام النور والتنوير والإبداع مشاهدينا دائما في آي تي شو. هذا أحمد يوسف يحييكم، وارتباطات وزواجات تكنولوجية من أجل المعرفة الجديدة ورفع الثروة والسعادة. في بداية هذه الحلقة نتحدث حول ما يسمى بالأجيال الجديدة، جيل الألفية وجيل ما بعد الألفية كمان. أولادنا صغيرين والشباب، مستقبل الأعمال اللي ليهم إيه؟ العالم بيقول ما هي الوظائف التي سوف تتوفر، خصوصا ان احنا عملنا حلقات تكنولوجية ان الذكاء الاصطناعي سوف يقضي على العديد من المهن، ولكن في المقابل ثمت مهن جديدة سوف تظهر. ما هذه المهن عشان ولادنا اللي لسه عندهم 4 5 سنين 6 سنين 7 سنين 10 سنين كمان 10 سنين يعرف ما هي الوظائف التي سوف تكون متاحة في جلوبال ماركت او في السوق العالمي. الباحثة والمطورة في عالم الرقميات المهندسة شيرين مسلم تتحدث معي حول هذا البحث الذي تقدمه لمشاهدي اي تي شو. مرحبا بك. اهلا بك. ازي حضرتك؟ ده نورك ربنا يخليك. احنا قبل ما نتكلم على الاعمال، اول حاجة هتقول لنا ان الشباب ما عادش كلمة شباب بتتقال في العالم كده، واصبح هناك تقسيمات واجيال وجينيريشن، لان الشباب تعريفه حتى دوليا مش موجود. فهنعرف منك التقسيمات الموجودة منذ الثمانينات التسعينات الفينات ومنتصف الالفينات ايضا. تمام. هو يمكن في حاجات كتير قوي بتحصل في العالم من اول الحرب العالمية الثانية، اختراع التلفزيون زي ما احنا كنا زمان كده عندنا التلفزيون، حاجات كتيرة كانت موجودة حوالينا، حروب، حاجات كتير، النت، دخول النت في حياتنا. النهاردة العالم الرقمي اللي احنا بنتكلم فيه خلانا نتكلم ان بقت فيه اجيال، ما بقتش زي زمان. زمان كان تعريف الجيل بيقولك ان هي 15 سنة ان احنا بنقول ده جيل، انما لا، ما بقتش 15 سنة ان انا اقول ان ده جيل. ده بقت فيه تعريف الجيل بيعتمد على ريسيرش وابحاث امتى الكات اوف بوينت، فبالتالي بقى عندنا تايم لاين. التايم لاين دوت مترتبه عليه الاجيال، شهير ناس كتير عارفاه زي ما حضرتك تفضلت وقلت جيل الالفيه. طب هل يا ترى في حاجه حصلت؟ طيب، في حاجات جديده خلينا بتحصل. خلينا نجيب لك الاول حاجه على الشاشه، اول شريحه الخاصه بالتايم لاين وتقسيمات الاجيال على الشاشه. طيب نبتدي زي ما قلنا ان الاجيال، تم الاعلان رسمي ان الاجيال جيل الميلينيال او جيل الالفيه انتهى خلاص. الجيل دوت ما بقاش هو اللي موجود وهو اللي مسيطر على الناس، اوكي؟ والجيل دوت المقصود بالجيل الالفيه المفروض اللي هو اتولد في 2000، صح؟ لا، هو مش اتولد في 2000، هو ابتدى يخرج لسوق العمل في الالفينات، اوكي؟ في الالفين. تمام، احنا كده عندنا تايم لاين هنشوفه في الشريحه اللي جايه بيورينا الاجيال بتاعتنا هي عباره عن ايه، وده خلاص بقى معترف بيه ولا في اختلافات في التقسيمات دي. خلينا نشوف الشريحه التاليه اللي بعد دي لو تكرمتوا. اوكي، معترف بيه رسميا لان خلاص حصل، يعني انه زي ما قلنا الاجيال متقسمه اكس وواي وزد، اوكي؟ في اجيال جديده طلعت. لو احنا ابتدينا على الشمال خالص كان في الاجيال القديمه، حتى اللي زمان كان الناس يقولوا السايلنت، اللي هو الجيل اللي هو ما كانش بيعترض، ما كانش بيفتح بقه، ما فيش اي حاجه. ده في ايام الاربعينات. ده اللون الاحمر؟ ايوه. قبل اللون الاحمر اللون اللي بعده الاصفر اللي هو الجيل السايلنت، اللي هو اللون المستردي. تمام، ظهرت بعد كده جيل اسمه جيل اكس، وبعد كده جيل واي، وبعد كده جيل زد. يمكن احنا اللي يهمنا اخر حاجتين على اليمين قوي. تمام، الجيل الميلينيال اللي هو الجيل الازرق، الجيل اللي بعده اللي هو الجيل الجديد اللي هو جيل زد، اللي هو من سنه 97 لسنه 2000. اوكي، من سنه 97 لسنه 2000 ده جيل اللي هو اتولدوا، تاريخ ميلادهم. احنا مش بنتكلم هم يعني اشتغلوا امتى، الشريحه دي بتورينا تاريخ ميلادهم امتى. اوكي، يعني ممكن، وفي بعض الجهات الثانيه بتقول من 95 كمان، في بعض الاراء. ليه بقى؟ لان هم بيربطوه يا فندم من الجيل دوت لما كبر، لان كل حاجه بقت الانترنت بقت موجوده في حياتنا في كل مكان. ففي بعض الاراء فعلا بتحطه من جيل 95، من مواليد 95، وبعض الناس بتحطه من 97. طيب عشان مشاهدي الكريم دلوقتي افهم معاكي، دلوقتي اللي مواليد نهايه السبعينات واول الثمانينات ده جيل اسمه جيل ايه في العالم؟ نبص على الشريحه. هو للاسف في شريحه في الاول احنا يعني ما شفناهاش، كانت الشريحه دي بتورينا، معلش نرجع للتايم لاين تاني. اتفضلي حضرتك تابعي حديثك. نرجع كمان في شريحه، ايوه، نرجع للشريحه دي. طيب الشريحه دي اللي هي بتورينا كل جيل اتولد امتى لحد امتى. تمام، اخر الجيل اللي عندنا اللي هو لسه بيبتدي جيل 2015 اللي هو جيل الفا، اللي قبله جيل زد، اللي قبله جيل الميلينيال اللي حضرتك بتقول عليه. تمام، اللي هو جيل الالفينيات. تمام. اوكي تمام،
نبدأ لو تحللنا بقى جيل جيل بيمتاز في ايه في الثلاث اجيال الاخيره دي. نشوف في الشريحه اللي جايه هتوري حضرتك ان هم كل شويه بنعمل تحليل للناس اللي ساكنه على الارض من انهي جيل. شايف الشريحه اللي حضرتك شايفها دي؟ هي بتوري ان 26% من الناس موجوده من جنريشن زد، اللي هو الجيل بقى اللي من 2000 ل 2015، اوكي، اللي هو الجيل اللي يعني المؤخر، اللي هو في ناس قلت لنا دول مواليد 97 او 95. يس. اوكي. وصلوا معانا، ابتدوا بعد 2015 قرروا ان الفيوتشر هيبقى جيل مختلف عن دول كمان. 97 على فكره خرجوا لسوق العمل النهارده، يعني حضرتك عندهم 21 سنه او 95، المولودين من 95 هم الشباب اللي احنا بنشوفهم النهارده جايين يشتغلوا معانا. اللي كل الناس بتقول الناس دي ما بتسيبش التليفون، عارف الجيل اللي هو اللي ماسك في التليفون؟ اوكي. اخر ناس شويه كانت بتشوف لسه الفيسبوك، حتى من التنبؤات في الفيوتشر ان الناس مش هتحب الفيسبوك، ودي كانت بالنسبه لناس كتير حاجه غريبه. الاجيال الصغيره اللي طالعه دلوقتي ما بتحبش الفيسبوك، اللي هو جيل الفا. يس. اللي هو مواليد بعد 2015. يس. واللي لسه هيبتدي وهيتنبأوا بيه. بس دول لسه لحقوا يشوفوهم ازاي بيحبوا الفيسبوك؟ زد هم اللي لحقوا يشوفوه، جيل زد. زد اللي هو من 2000 ل 2015. اوكي؟ اللي هو من اواخر التسعينات، اللي في ناس بتقول 95 او 97 لحد 2015، الجيل دوت اللي هو جيل زد، اللي هو بيغير العالم النهارده. اللي هو ده بعد الميلينيال. اوكي؟ الجيل دوت الناس بتتكلم عليه ان هو جيل مختلف. اخره بقى خالص اللي هم الشباب اللي هم عندهم النهارده 10 سنين و12 سنه و13 سنه، دول كانوا عاملين فيديو عليهم حتى في مؤسسه عالميه، يعني ان هم ما بيحبوش الفيسبوك لان هم بيقولوا او شايفين ان الفيسبوك حاجه ايموشنال جدا وبتدي معلومات غير حقيقيه، وان هم شايفين ان الناس بتبالغ وبتاكزاجريت. يعني انت شايف ان في جيل جديد طالع انتي سوشيال نتوركينج، انتي الفيسبوك والانستجرام. بيحب السوشيال نتوركينج بس مش الفيسبوك، هيبقى عايز انستجرام اكتر وسناب شات. اها، ليه بقى؟ ايه الفرق؟ لان هم بيحبوا اكتر السناب شات، ميالين اكتر للسناب شات. ايوه، ايه الفرق؟ هم ميلهم لده لان هم حتى في ريسيرش جاي في سلايد، في شريحه جايه بعد الشريحه دي بتوري حضرتك البيهيفير بتاع جنريشن زد عامل ازاي. بتوريك حتى استخدامه للجوجل سيرش اقل، يعني دي دراسه عالميه اتعملت لهم وهنشوفها هنا في التشارت. بتوري حضرتك كومبيرد استخدامهم ايه بالنسبه للناس الثانيه في الانستجرام، استخدامهم ايه بالنسبه للسناب شات، استخدامهم ايه بالنسبه لجوجل سيرش. احنا مثلا اغلب الناس الاجيال اللي هي الميلينيال، الاجيال القديمه اللي هي الميلينيال والاجيال اللي بعدها اللي هي اجيال زد، بتحب جوجل وبتعمل جوجل سيرش. دول بقى اللي هم يعني اخر جيل زد والاجيال اللي جايه مش هتبقى ادكتد لجوجل زي ما احنا فاكرين، زي ما احنا كلنا فاكرين ان احنا كلنا بنحب جوجل. هيبقى بيروحوا حته تانية، بيحبوا اكتر يوتيوب. يعني اللي جاي بيحبوا اكتر يوتيوب لان هو بقى وسيله تعليميه بالنسبه لناس كتيره جدا، وده استخداماته في المستقبل. طيب خليني اشوف شريحه اخرى معانا مشاهدينا الكرام من الشرائح التحليليه التي تصنف اجيال الشباب التي لم تعد واحده في اذواق مختلفه. اتفضلي. طيب. ده جنريشن زد. الشريحه بتوري حضرتك هما بيتعاملوا ازاي في كل حاجه، من اول التكست مسجز هما بيستخدموها اكتر من اي حد. تمام. سناب شات بص حضرتك اكتر من 3 اضعاف استخدام الناس الثانيه. بس السناب شات فيه قفزه رهيبه بالنسبه لهم. تمام. الجوجل سيرش فيه تراجع، فيه تراجع طفيف بالنسبه لهم. اوكي. الفيسبوك فيه استخدام طفيف ازيد شويه. تمام. دي الريسيرشز دي معموله وورلد وايد عشان تشوف البيهيفير ونتنبأ هم بيعملوا ازاي. اوكي. بنتنبأ هم هيفكروا ازاي، بنتنبأ هم ايفن هيعملوا شوبينج ازاي، هيشتروا ازاي، هيتعلموا ازاي. يعني المفروض الفيسبوك بدا شبابي والشبكات الاجتماعيه، دلوقتي ما عادش شبابي او مش هيكون شبابي؟ مش هيكون شبابي. لان هم الاجيال الصغيره طالعه مش حابه الفيسبوك، حابه حاجات ثانيه. بسبب بسبب الاكزاجريشن والمبالغه، المبالغه في الفيسبوك. لو النقطه دي اللي مارك زوكربيرج بيركز عليها دقه المعلومات اتصلحت، هيبقوا اتندنسي او حابين يروحوا للفيسبوك. بس هو الدنيا علمتنا ان كل حاجه ليها لايف سايكل، زي ما البني ادم له عمر كل حاجه ليها عمر. يعني كل حاجه ليها عمر. تمام. زي ما مثلا الناس كانت بتحب تقرا الجورنال الورق، دلوقتي قل جدا قراءه الجورنال الورق. صح. مهما عملنا في الجورنال الورق مش هنقدر ان احنا نرجعهم يقروا ورق، بس اقدر اطور المؤسسه وان انا اخليها اونلاين، فالناس صح. تشوف الاخبار اونلاين نيوز. ما حصلش حديث هنا على تويتر رغم ان الشباب اكتر حاجه بيحبوها التكست. الصغيرين بيحبوا سناب شات. سناب شات. لان بيقدر يشير بيه فيديو صور، وكمان انها وقت محدد وبتختفي. يعني انا بشير معاك معلومه انت بتشوفها بتختفي. يو سي ات اونلي وانس.
it's interesting for them, that's the way they want to see it. وفي تولز كمان هم بيشوفوها عشان التواصل الاجتماعي. اوكي طب تعالى بقى نفكر نشوف الجوبز، طب الشغلانات هتبقى عامله ازاي. طيب نشوف شريحه ايضا اخرى من الشرائح اللي معانا، والكلام مثير جدا حول الاجيال والاعمال. شريحه اخرى، طب اما نشوف الفيديو دوت. الفيديو ده بيشرح لنا الشغلانات او ايه اللي بيحصل في الفيوتشر. اوكي الفايف جوبز بتاعت البني ادمين اللي هتختفي واللي هتبقى ريبليسد تماما. اوكي اول جوب حاجه اسمها كورير جوب. الجوب بتاعت الكورير جوب اللي هي الشخص اللي بيحمل الحاجات من المخازن بيوزعها بيستلمها عشان يوصلها للناس، اسمه كورير، اللي هو الشخص اللي بيوصل او بيعمل ديليفري. زي زمان كان في راجل بتاع البوسطه لو نفتكر، كان زمان ساعي البريد اللي بيعدي على الناس. دلوقتي الشغلانه دي هتتلغي تماما وهيتم استبدالها بحاجه اسمها درونز. الدرونز دي زي ما احنا كده شايفين في الفيديو، الطائرات بدون طيار زي ما الطائرات. ايوه ده هيستبدل عدد كبير من شغلانات الناس وولد وايد وفي امريكا. اوكي دول هيقوموا بالشغلانه التوصيل، هيوصل الحاجه، فده للاسف هيضيع شغلانات ناس كتير قوي في العالم، في شغلانات هتتلغي. اوكي طيب في جوب تانية انترستنج هتبقى موجوده اللي هي وظيفه الطباخ، الروبوتك كيتشن. هيبقى عندنا في المطبخ روبوت، حضرتك بتدخل عندك عزومه، عندك عايز تاكل اي حاجه في بيتك، ده الروبوت بتاعك، بتكتب له انت عايز ايه وبيبتدي الروبوت يطبخ ويعمل لك كوكينج في البيت. طبعا لا يخفي على الناس ان الناس مع ضغط العمل والشغل والخروج وكده بقت ما عندهمش وقت ان هم يطبخوا بطريقه هيلثي، فالروبوتس هي بعد كده اللي هتعمل الطبيخ في البيت. فحضرتك هتطلب اللي انت عايزه حتى من موبايلك من اي حاجه، والمطبخ بتاعك الشخصي هيعمل لك الاكل اللي انت عايزه. يعني دي الموضه بمكان التيك اواي. يس مكان التيك اواي، التيك اواي هيتغير تماما. تمام في جوب ثالثه هتختفي، ولان فيها اكتر من 3 مليون شخص بيشتغل الشغلانه دي في امريكا، شغلانه اسمها الكاشير. الكاشير دوت اللي هو الشخص الحاكم، ما بتروح سوبر ماركت في مصر اي سوبر ماركت من تشينز الكبيره، بتعدي على الكاشير بياخد الاجزاء اللي اشتريتها حضرتك سواء زيت سواء سكر اي بضاعه، بيعدهم لك وبعد كده بيقراها على المكنه وبعد كده بيحاسبك. الشغلانه الجديده ايه بقى؟ زي ما السيده هنا موجوده في السوبر ماركت، هي هتختار الحاجه اللي هي عايزاها متوصل بالتليفون بتاعها. تمام فهي هتخرج بالسوبر ماركت هتتحاسب. اوكي وهيعمل لها الحساب. يعني الموظف الكاشير في امريكا اللي بيقولوا مرتبه حوالي 19000 دولار في السنه دوت، الشغلانه دي بيشتغلها 3 مليون و400 الف مواطن في امريكا. في تنبؤ ان الشغلانه دي هتختفي باستخدام السنسورز، باستخدام النت، باستخدام الحاجات دي، باستخدام التليفون بتاعي. البضاعه وانا ماشيه هتتخصم وهتتحسب من الكارت بتاعي، هتحاسب عليها من الكريدت كارد بتاعي، هيخصم الفلوس وهخرج وما بقاش فيه كاشير. طب ايه جديد كمان؟ في حاجه اسمها كاستمر سيرفيس ريبريزنتيف، اللي حضرتك بتكلمهم او بتبعت لهم او على النت بيبقى عندك مشكله فبتبعت وفي بني ادم بيرد عليك، اللي هو خدمه العملاء اللي حضرتك بتتصل بيهم عشان يردوا عليك. هتتحول الى ان تشات بوت، ان حضرتك بتكتب انت عايز ايه والكمبيوتر هو اللي بيرد عليك. تكست برضه. تكست برضه. تمام؟ فده كونفينينت لان هو 24 ساعة. مش هيبقى صوتي ليه؟ وهيبقى صوتي كمان. كمان صوتي. اوكي؟ عدد الجوبس وعدد الناس دي، ناس كتيرة قوي مش هتبقى موجودة في الشغلانة دي. ده هيوفر في الاقتصاد الامريكي اكتر من 80 مليار دولار سنويا. بالنسبه للاقتصاد الامريكي، الاقتصاد الهندي وفي مصر هيتاثر جامد جدا. ده المستقبل، اللي معتمدين على الكول سنترز، اللي معتمدين على الحاجات دي، اللي معتمدين على الاوفشور، لازم يفكر بشكل جديد هتجيب الشغلانه منين. تمام طب والانترستنج جدا ان مش هيبقى فيه سواقين. طب ده دي يعني نص البلد هنا شغالين سواقين. طبعا اسم انا اسفه السواقين اسم اي مزود بهذه الخدمه، لكن تقصد السيارات ذاتيه العمل من فضلك. السيارات دلوقتي انا بدل ما بخش على الابلكيشن واطلب عربيه توصلني، لا بسواق، انا هتجي لي عربيه بدون سواق بدون سائق. فالبزنس الكبيره اللي في شركات عالميه اللي هي بتغزو العالم دلوقتي والبزنس بتاعها ده كمان هيتغير في المستقبل. هتيجي عربيه قاعده فيها الام وقاعد فيها اولادها، احنا قاعدين ورا، العربيه بتوصلنا بيسوقها روبوت، او هي العربيه نفسها سيلف درايف، مفيش روبوت، مفيش حاجه قدامك، انت بتبرمج العربيه والعربيه بتوديك المكان اللي انت هتوصل له من غير سواق. عربيات النقل هتبقى كده، حاجات كتير هتبقى بالشكل ده، فبقت في شغلانات هتختفي.
يعني انت بتعد الاجيال اللي جايه اللي هي زد هيكمل معانا شويه، الفا اللي هو المستقبل اللي هم الصغيرين دلوقتي اللي عندهم من 3 ل5 سنين، دول ان هو يفكر ان هو يشتغل سواق، ان هو يشتغل كوك، ان هو يشتغل حاجات كتير. الارتفيشال انتليجنس هيحل محله في حاجات كتير، شغلانات هتبقى مش موجوده وهتختفي. طيب ودي شغلانات المهارات المتوسطه او العاديه، هيعمل ايه الشخص اللي هو خريج صنايع او حتى خريج بكالوريوس بس هيشتغل في الكول سنترز او كسائق كابتن سائق عربيات او يشتغل ايه مكان؟ نفكر بقى، دي المهارات اللي هو لازم يتعلمها. ده سؤال حضرتك حلو جدا. الفيديو اللي جاي بيورينا المهارات اللي المفروض الناس تستعد لها. مظبوط، خلينا نشوف المهارات المفروض الناس تتعلمها. ده في 2025، ده في القريب 2025، بقى هنعرض في الابعد. اوكي، السوفت وير ديفلوبرز والناس اللي هي بتاعت السوفت وير وبتعمل اناليسيس للسيستم، الناس اللي هي اخصائيين التحليل في التسويق، الشغلانات دي هتطلب بشكل كبير نتيجه التكنولوجيا. اوكي، الاشخاص الاجهزه الطبيه اللي هيستخدموها التكنيشنز والناس اللي بتعمل علاج والحاجات دي والقعاد الصح في مكان العمل هتبقى مهمه جدا نتيجه التحسن الطبي. الناس عمرها هيطول، عشان عمرها هتطول هتحتاج رعايه صحيه اعلى. الناس اللي شغاله في التسويق والمبيعات وخدمه العملاء برضو هيبقى لهم مستقبل. الناس اللي شغاله في الذكاء الاجتماعي السوشيال انتليجنس والميديا هيبقى لهم شغل كبير جدا. الناس اللي بتشتغل في مجال التدريس والتدريب لازم تغير من الطريقه بتاعتها، لان الاديوكيشن المستقبل محتاج ناس تعلم. في شغلانات بتاعه تحليل الاداره، اوكي، الناس اللي هتشتغل في الاوديت في المراجعات، الناس دي كلها شغلانتها مطلوبه. يعني اللي هيشتغل في التدريب يطور نفسه ازاي؟ يطور نفسه ان هو يتعلم ازاي يتعامل مع البيرسونز ويتعلم الحاجات الشغلانات اللي مطلوبه للمستقبل عشان يعلمها للناس. ده في حتى ده في حاجه هيكون حد يعني انت ترجع له استشاري يقول لك تعمل ايه في رحله الفضاء. اوكي، دي جايه هنشوفها قدام طبعا، لان السياحه الفضائيه والفنادق الفضائيه السياحه الفضائيه احدى الترندز او الاتجاهات اللي خلاص يعني استثمارات فيها بقى لها عقود دلوقتي. الشغلانات اللي جايه هنبتدي نشوفها في الشريحه اللي جايه والفيديو اللي جاي هنشوف فيديو. الفيديو دوت هيبتدي يشرح لنا 10 شغلانات مطلوبين في المستقبل. خلينا نشوف مع بعض هذا الفيديو القادم ومعلومات للمشاهد الكريم كيف يستعد للمستقبل القريب. طيب معنا ال10 وظائف المستقبليه. طيب اول وظيفه ان احنا هيكون عندنا 3D فابريكيتور، مكنه طباعه ثلاثيه الابعاد في المحل. يعني انا اروح المحل اطلب اللي انا عايزاه يطبعه لي ثلاثي الابعاد مش في المصنع. تاني حاجه ان انا هيكون عندي روبوتيشن. اوكي، الروبوت دوت بيعمل لي الشغل بتاعي في اي مكان بقت فيه روبوت. تالت حاجه ان انا هيكون عندي ارتفيشال انتليجنت ترينر، يعني هيكون عندي ترينر بالذكاء الاصطناعي يدرب المكن الصغير بتاع الذكاء الاصطناعي. تمام، الشغلانه السابعه ان انا هيكون عندي جراح بيزرع اعضاء جوه جسم الانسان، والاعضاء دي هتكون اعضاء الكترونيه مش اعضاء بشريه احنا عارفينها. تمام، الشغلانه اللي بعد كده ان هيكون عندي حاجات بالنانو تكنولوجي هنزرعها جوه جسم الانسان عشان نعالجه من الامراض زي السرطان والسكر والامراض دي. شغلانه خمسه ان انا هيكون عندي واحد بيبرمج الدي ان ايه، يعني الدي ان ايه بتاع البني ادمين هيحصل له حاجه اسمها برمجه، البرمجه دي هتغير الدي ان ايه بتاعي لو عندي مرض مزمن، لو عايز اغير حاجه هتتغير. هيكون بعد كده عندي حاجه اسمها زي ما في طباعه ثلاثيه الابعاد للاجزاء المعدنيه، هيكون في طباعه ثلاثيه الابعاد للوش، كوزماتيك بايو برينتر، هيطبع للوش حاجات يشيلها من الجلد الميت ويحط حاجات تانية باستخدام الخلايا الجذعيه. في واحد هيكون مزارع راسي فيرتيكال فارمر، الزراعه هتكون راسيه ادوار لان الكره الارضيه مش هتكفي عدد الناس. هيكون عندي واحد اتندنت زي ما بركب الاسانسير يطلعني من الدور الاول للخامس مع شخص، هيكون عندي اتندنت يطلعني للفضاء. بس عنده مهارات تانية طبعا، مهارات كتيرة جدا، ما ده المستقبل. اوكي، هيكون عندي مهندس اسمه مهندس كلايمت، مهندس مناخ. بيعمل ايه ده بقى؟ بيدرس المناخ ويتنبأ بالمناخ ويقول لنا ايه البحر وايه اللي هيحصل وايه اللي هيحصل عندنا، الجو والتنبؤ بالجو، مش بس هيبقى عامل الجو ازاي، هيبقى متنبأ بالمناخ اللي حوالينا وكل حاجه هتحصل. كل المهن دي بتؤكد ان الاتجاه اللي العالم ماشي فيه دلوقتي اللي هو الاستم اللي هو الرياضيات والعلوم والفيزياء والهندسه والتكنولوجي
هي اللي هتقود، ولكن المهارات اليدوية العادية أو لا. الفنية العادية رايحة فين؟ طب فين التكنيشنز؟ طيب تعال نشوف يعني الشريحة اللي جاية هتقول ايه المهارات اللي مطلوبة في المستقبل، التكنيشنز؟ ويعني شغلانة عامة. طيب الفيوتشر سكيلز اللي مطلوبة من الناس، اول حاجة ان الناس هيكون عندها مينتال الاستيستي، مينتال يعني قدرات عقلية، مرونة، اوكي، مرونة في التفكير مرونة في التفكير وقدرة حل المشاكل، فده اللي الصعبة مطلوب جدا اللي هتتولد وتزيد في العالم الكونية كمان. جدا، لان حضرتك هتشتغل على انك هتخرج من الشغلانات البسيطة اللي الناس بتعملها الى انك بتعمل سيستم. يمكن لو شبهنا تشبيه بسيط جدا، ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان جسمه كله متناسق مع بعضه عبارة عن سيستم، الايد دي بتروح مع الايد دي، تمام؟ انما لما بتيجي في الشغل بتلاقي مهندس صباع، مهندس دراع، مهندس راس، مهندس ودن، مهندس رجل، تمام؟ انما السيستم انتجريشن ده مش موجود. ليه مش موجود؟ لان ما عندناش وقت. فيوتشر هو دي بقى الجوبس اللي الناس عايزاها. عشان كده كريتيكال ثينكينج، كريتيكال ثينكينج مهاره مطلوبه من الناس كلها، انها تبقى كريتيكال، ما بتعملش البيزك جوبس زي ما حضرتك قلت الشغلانات البسيطه، لا ده انا لازم ابقى كريتيكال. مش كريتيكال يعني بنتقد، يعني انا بقدر اخش بالتفصيل واعرف الشغلانه سببها ايه واربط الحاجات ببعض واربط العلاقات ببعض، تمام؟ كرياتيفيتي بعد كده، الابداع والكرياتيفيتي، ان انا ازاي والانوفيشن. افكر بان انا اعمل انوفيشن وافكر بشكل مختلف، مش بقلد مش تقليد، اوكي. المهاره الرابعه اللي هي مطلوبه اللي هي مهاره التعامل مع الاشخاص، كوميونيكيشن سكيلز والبيبل، اوكي، انك ازاي يبقى عندك مهاره التعامل مع البني ادمين. المهاره الخامسه اللي لسه حضرتك بيختصروها عالميا حاجه اسمها ستيم، اس تي اي ام، اوكي. حطينا فيها ايه ستيم؟ حطينا الساينس اللي هو العلم مع التكنولوجي اللي هي حرف التي مع الانجينيرنج، تمام، مع الميديا الماث والماث، اوكي، سوري الميديا اللي جايه بعدها مع الماث، تمام، اوكي. حطينا ستيم اللي هي اختصار، دلوقتي للاسف ده مش بيتدرس في اي كليه في مصر ولا في اي جامعه. الستيم دلوقتي لا شغال في مصر في مدارس، بس بكالوريوس ان لا انا ما اخد فيش في ده، بكالوريوس بس في مدارس. اللي بعد الستيم اللي هي ايه؟ سماك؟ يس، اس ام اي سي، سماك. دي سماك حاجه جديده بقى ان احنا بنحط فيها ان احنا عايزين نحط السوشيال سكيلز مع الموبايل مع الاناليتكس مع الكلاود. ده شغل ده بتاعك بقى اصلي، ده انت يس تعديت ده. يس، عايزين نجمع كل دول مع بعض فباختصار اسمه سماك. يمكن حاجه زي ما بتقول بعض المدارس ابتدت تقول ويمكن بتحاول او بتبحث او ولهم شرف المحاوله دي، حاجه حلوه قوي ان هو بيتكلموا في الستيم سكيلز، لان كمان العلوم الاجتماعيه هتتدفق اللي هي السوشيال الحته الاولانيه. يس، بس تخيل العلوم الاجتماعيه اللي هو تربطها الراجل اللي بيدرس اجتماعي ياخد علاقتها مع كلاود ومع الموبايل. هي دي الانتر ديسيبلينري بقى الجايه، هي دي يس الرابطه الجوازه اللي احنا كمان مهتمين بيها في اي تي شو. بالظبط، هي دي الحاجه الاوكي، الانتر ديسيبلينري نوليدج. الانتر ديسيبلينري زي ما حضرتك بتقول ان انا بدخل اكتر من حاجه مع بعض. طيب العلوم دي هتأثر علينا ازاي او هنشوفها ازاي بشكل مختلف؟ الجامعات بقى ابتدت تتكلم في ده، ابتدينا بقى لو احنا حبينا نشوف في الشريحة اللي بعدها الجوبس اللي جاية اللي الناس بقى ايه هتشتغلها، وهتشتغل ان هي هتشتغل بشكل مختلف، اوكي. طيب خلينا نتحرك بقى في الجوبس اوف ذا فيوتشر، يس، او شغلانات المستقبل، الناس هتشتغل ايه، اوكي. في السنين اللي جاية الناس هتشتغل بشكل مختلف، اوكي. يمكن العشرة دول احنا اوريدي شفناهم في الفيديو اللي هو الراجل اللي هو بيطبع بتاع الفابريكيتور والارتفيشال انتليجنس ترينر، ده احنا شفناهم اوريدي في الفيديو. لو اتحركنا بقى نشوف حاجة في عشرة تانيين كمان، عشرة عشان في مدارس مختلفة، في فيجنز مختلفة، ابحاث مختلفة ومدارس مختلفة. وزي ما حضرتك تفضلت وقلت احنا يهمنا الجيل اللي هو اللي جاي بتاعنا اللي هو الصغيرين اللي هم اللي عندهم من 3 ل 10 سنين، دول رايحين فين؟ طبعا انا مش عايزه الناس تتصدم وتتخض لما اقول لهم ان اول شغلانه في الفيوتشر هيكون لها وجود تراش انجينير، مهندس زباله. مهندس للتخلص من الفضلات والريسايكلينج والتعامل مع الزباله، لان المجتمع بتاعنا هيجنريت اون ديلي مليارات الاطنان نتيجه فقر الكره الارضيه، الكره الارضيه ما فيش فيها مصادر، ما فيهاش ريسورسز، اعتمدنا على البترول هينتهي. طب هنعمل ايه؟ لازم بقى نبتدي ندور ازاي نجنريت وقود من الزباله، دي اول شغلانه، اوكي. العشره جايين مع بعض كل واحده مشروحه في شريحه، فيمكن لو نتحرك يعني طيب نبتدي نشرحها واحده واحده.
طبعا احنا بنتنبأ، مش بالضرورة ان احنا بنقوله ان كون هيحصل 100%، ولكن احنا يهمنا ان المشاهد يبقى عارف المستقبل فين، عشان الام لما ابنها يقول لها انا اخش كلية الهندسة وتخصص ان انا ابقى تراش انجينير، ده جزء له علاقة بعلوم الكيمياء مع العلوم المدنية، القسم المدني مع علوم الكهرباء مع الكمبيوتر، ممكن ناس تتصدم، بس دي ممكن تكون في شغلانة في المستقبل بياخد مرتب عالي جدا 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 محدش يتخيله، بياخد اعلى من ناس كتير قوي. اوكي، احنا حاطين هنا كمان لكل شغلانة ايه الريكويرمنت السكيلز اللي موجوده فيها. هتلاقي حضرتك العشر شغلات تسعه منهم بتطلب ستيم سكيلز. بالمناسبه العشر شغلات اللي انا هقولهم دلوقتي البدايه بتراش انجينيرز بيدرسوا في اكبر 10 جامعات في امريكا. بس انا ما حطيتش اسامي الجامعات علشان ايه ما نبقاش بنتكلم على حد بعينه، لان ممكن يكون في جامعات تانية عملت بروجرامز تمام. بس لما تكون العشر جامعات النهارده في امريكا اللي هو ليتس سي ان هو يعني ايه التعليم او ناس عايزه تطور نفسها بتدرس البكالوريوس ده، ستانفورد والام اي تي والحاجات دي كلها وكولومبيا يونيفرستي اوكي ويونيفرستي اوف ميشيغان، يونيفرستيز كتيره قوي. طب لما تكون الجامعات دي بتدي بكالوريوس تراش انجينير، يبقى احنا ساعتها نفكر لا يبقى في حاجه في المستقبل هتحصل. طبعا الاستثمار في البيئه بقى مهم جدا. البترول مش هيكفينا طول العمر، فاحنا محتاجين ندور على مصادر بديله. عشان كده بقت في شغلانه والنهارده بياخد بكالوريوس اسمه تراش انجينير. طيب اوكي، ايه اللي بعد كده اهوت بعد التراش انجينير؟ الشغلانه اللي بعده جايه في الشريحه اللي بعدها اوكي، على الشاشه اللي هو الترناتيف انرجي كونسلتنت. هيبقى في استشاري هنجيبه عشان يتعامل معانا مع الالترناتيف انرجي اللي هو مهندس الطاقه البديله. طبعا ناس كتير بتتكلم على الطاقه الشمسيه و و و، مطلوب من الناس دي برضو انها تبقى عندها ستيم سكيلز ويبقى عندها كرياتيفيتي وانها تفكر بشكل مختلف وعندها منتال ابيليتي. النهارده في صناعات كبيره في مصر زي صناعه الاسمنت بتعتمد جزء كبير على حاجه اسمها الترناتيف فول، ان هم ازاي ياخدوا الكاوتش ويحرقوه، ان هم ازاي ياخدوا قش الرز، ان هم ياخدوا المخلفات الزراعيه علشان مصنع الاسمنت، وده بياخد بيقلل له تكلفه الوقود بتاعته، والحكومه المصريه بتدعم حاجه زي كده تمام. فالالترناتيف انرجي كونسلتنت ده شخص مهم. في شغلانه لطيفه جدا اللي هو الشخص زي ما في من 100 سنه كان اللي بيتنبأ بالارصاد بنضحك عليه وبنقول له يا عم انت هتعرف ازاي، وبقت شغلانه طبيعيه جدا في المستقبل. نتيجه تزايد عدد الزلازل هيكون في شخص متنبئ بالزلازل، ده مهم جدا برضو، ده الجوب رقم 3. طيب في جوب رابعه اسمها ميديكال منتور، لان في المستقبل اللي هيعالجني الروبوت، واللي هيكشف عليا الروبوت، واللي هيحط لي العلاج الروبوت، واللي هيعمل لي الجراحه الروبوت. فهيكون في واحد اسمه ميديكال منتور اللي هو شخص انسان مش الطبيب اللي بيعمل الشغلانات البسيطه النهارده، هو اللي هيتاكد ان السايكل اللي انا ماشيه فيها مع الروبوت والعلاج اللي وصفه لي روبوت صح، اللي هيتكلم معايا. يعني انا هتعامل مع الروبوت وبعدين الدكتور، فده اسمه شغلانه اسمها ميديكال منتور، وبرده بتدرس في كليات الطب في امريكا دلوقتي. ايوه الشغلانه الخامسه اللي هو واحد هيبقى اسمه اورجن او بادي بارت كرييتور. ايوه بنعمل اعضاء طبعا كلنا سمعنا اكيد على البلاك ماركت اللي هو سرقه اعضاء البني ادمين. طب ليه الاعضاء بتتسرق؟ لان في ملايين البني ادمين على ويتنج ليست مستنيين زراعه اعضاء فبالتالي في سرقه للاسف وسوق سودا للموضوع ده. في المستقبل هيكون في اشخاص او بني ادمين باستخدام الخلايا الجذعيه اللي متاخده مني ممكن يعمل لي كبد. العلاقه دي لو فيها مشكله، وكمان هيكون سكيورتي عشان يحميني من الهاكينج، لان حضرتك ممكن يحصل هاكينج على مكنه القهوه بتاعتك، اكيد مش هيحصل هاكينج على مكنه القهوه، ممكن يحصل هاكينج على معلوماتك الشخصيه. فيكون في مهندس يديزاين السيستم ده، يركب لك السيستم ده ويعمل لك سكيورتي، زي ما بيبقى في مهندس زراعي دلوقتي الناس اللي عندها جنينه ولا حاجه بيعمل نفس الفكره. ايوه هيكون ده التكنيشن اللي حضرتك كنت بتسال عليه، فهيكون متخصص في الانترنت اوف ثينجز والسكيورتي والكلاود والتعامل مع التكنولوجيا. ده كله تكنولوجي وساينس، المهن اللي جايه والمهن العاديه الناس تعمل ايه؟ بس ده مشكله. نشوف اخر شريحه في الوظائف العشره المتوقعه بوجهه نظر اخرى. خلونا على الشاشه نلحقها. طيب في واحد اسمه هيدربني على الطيران. اللي هيدربني على الطيران ده احنا عندنا طبعا دلوقتي في المستقبل هيكون البني ادمين هي اللي هتطير، فنكون زي ما احنا شايفين الشخص ده بيطير اسرع من المراكب. بقالهم كذا سنه بيتكلموا على الحاجات دي. دي شغلانه في المستقبل، مدرب طيران. مدرب بيرسونال فلايت. ده عشان ايه بقى؟ الطرق الزحمه عشان يعلمني ان انا اطير. ايوه عشان الطرق الزحمه، وعشان ده المستقبل ان احنا هنطير، ف
فدي شغلانة جديدة اللي هو المدرب ده. وانتي تخافي تطيري كده ولا كويس معاكي؟ لا I would love to do it، احب والله ان انا اعمل كده. البنات اليومين دول بيحبوا المغامرات والسيدات وكذا. انا عملت في امريكا، عملت سكاي دايفنج، بس ده هتبقي كده من فوق، ده عاوزه قلب جامد دي. يعني داخلين عصر الفضاء بقوه وعصر الطيران وطائرات بدون طيار والانسان الذي يطير وبرمجه البيئه وبرمجه الهندسه، وواضح ان الكلام اللي بيتقال الرياضيات العلوم التكنولوجيا الهندسه اخر شغلانه بقى مهندس، مهندس الفضاء اللي مهندس هو الفضاء. مش مهندس اللي هو هطير ازاي، هيختار لنا السيستم اللي هنطير بيه ازاي. مهندس كوميرشال سبيس، يعني زي ما كده عندنا الناس اللي هي بتاعت التجاره في زي ما بيقولوا كده الاي كوميرس والكلام ده، في واحد بقى هيشتغل كوميرشال سبيس بايلوت اللي هو بقى اللي هيقول لي اطير ازاي واعمل ايه ونروح له ويعلمنا في التعامل مع الفضاء، لان في المرحله مش بس سياحه الفضاء، هيكون في تجاره في الفضاء. تكون في تجاره، بس مش كل الناس تقدر تسافر، الناس المرضى الضغط والقلب وكده. بس في بزنسز هتتعمل طبعا في الفضاء، بدأ في دلوقتي. حاجات كتير قوي، فالمستقبل اللي هو هيكون في الفضاء. اوكي، الفضاء طبعا مقصود بيه يعني زي الناس بتطير، كواكب الاخرى زي ما الناس بتطير في الطياره، اقل حاجه اللي هو حول مدار الارض، يعني مش لازم حتى الكواكب دلوقتي بيتقال القمر زي ما حوالين، كنت قبل بالظبط القمر كمان حوالين مدار الارض، يعني اطول من الطياره بس بشويه. فده معقول او مقبول عقليا الى حين الرحلات السياحه الفضائيه اللي هتبقى بعد مدار الارض، واحتمال في القمر واحتمال في كواكب اخرى، بس المعقول الان اللي هو الفنادق حوالين مدار الارض، يعني كانك فوق الطياره بشويه. بالظبط، خلاص الناس اللي هو الحلم بتاع الكرتون بتاع زمان ان انا قاعده على السحاب، لا it will happen. كلام مهم جدا، وقتي خلص، وعندي شكرا. فقره ايضا مهمه جدا في مهارات المبادرين، بحييكي لان انت اديتينا ان احنا اولادنا السيدات اللي بيتفرجوا علينا والرجال والاولاد والشباب والفتيات والبنات وكله، هو ده الاتجاه العالمي الجديد من احدث الابحاث اللي انت عملتيها في ما بين امريكا والجامعات الامريكيه والاتجاهات في العالم. شكرا، نورتيني مرسي. مهندسة شكرا. شيرين مسلم، شغل رائع جدا وبحث رائع وعلمي ووطني جدا. نذهب لفاصل، بعد الفاصل مباشرة مهارات بيدرسها المهندس طارق عبد الرحمن للمبادرين، او ازاي ان انت تقدر تعمل مشاريع مميزة على مستوى العالم، بعد الفاصل.